الحديث عن تراجع عن رواتب رفحة أو مزدوجين رواتب من رفحة، لا ماكو تراجع أبد، ومستمرين بهذا القرار. ولكن هناك من يشوشر، وأقول بكل صراحة حتى اللي يحترضوا على إصلاحات رفحة هم ما لهم علاقة برفحة. ناس طاعين، أنا سألت واحد قلت له ليش ما احترض؟ لا رفحة، قلت له برفحة، قال لا مو برفحة. لما شفته عمره 18 سنة شاب، شو وقت تحت الرفحة؟ شو وقت جيت؟ احنا ما قاعد ننتقص او نصادر حق احد، ولكن ارجع اقول قضيتين، مزدوجي الرواتب ورفحة لها غير قابل للنقاش. مو معقولة شخص ياخذ راتب بين 3 و4 حساب نساء فقيرات في مناطق من العراق، في البصرة أو المثنى أو العمارة أو الناصرية. دائما نقول مدننا في الجنوب، أنا أسميها المدن المحرومة حقيقة. إذا نتكلم عن المعاناة لكل عراقي العالم، والله العراقيين اللي كانوا في الداخل معاناتهم أكثر. ليش ما أنت يعني تعود؟ أتفتم ليش؟ هم عانى، هم تعرض لضغوط العقوبات، كرامته من هنا كل لحظة خايف، ورايح من بيت لبيت خاطر خايف يحتقلوه. هذا شو فرقه عن العراقي الهزم خارج العراق بسبب ظروف الدكتاتورية؟